الحقيقة أنا منبهر جدا بالمؤتمر، أكثر من 150 دولة ممثلة في هذا المكان. لأول مرة إحنا بنهتم مش بالشباب المصري، لا بالشباب في العالم كله. وأنا بشكر السيد الرئيس لأن دي فكرته، وفكرته بدأ بالشباب المصري إن هو يتعلموا الأول ويتقابلوا ويحصل فيه تدريب لهم، وفي نفس الوقت يجتمعوا مع الشباب. أنا سعيد بالفكرة إن إحنا العالم كله يعمل إيه بعد جائحة كوفيد 19، بعد الكورونا هنعمل إيه، العالم هيستمر إزاي. فدي حاجة مهمة جدا إن أنت بتجيب الشباب من كل مكان بيتناقش، بيطلع بتوصيات مهمة جدا. التوصيات بتاعت هذا المؤتمر الرابع اللي قبل ثلاث مؤتمرات قبل كده، العالم شافها النهاردة لما شوف أمين عام الأمم المتحدة بيتكلم وبيهتم بهذا المؤتمر. ده بقى مؤتمر عالمي، وعشان كده أنا بشكر السيد الرئيس على اهتمامه وحضوره هذا المؤتمر. دكتور زاهي، حضرتك دايما حريص على حضور مؤتمر الشباب، عايزة بس أسأل حضرتك السياحة والتوبكس اللي بيتناولوها داخل المؤتمر، حضرتك شايف أنها ممكن يبقى لها دور كبير جدا المؤتمر في أن تدعم السياحة إقليميا ودوليا؟ أنا دلوقتي لو عندك شباب من 150 دولة، ال 2000 أو 3000 شاب اللي حضروا دولي لما بروحوا بلدهم عبارة عن سفراء لنا، كل واحد يتكلم عن اللي شافه. بلد من أجمل بلد، وفي أجمل من شرم الشيخ، أجمل من مصر في الدنيا. فبلا شك وجودهم وحضورهم هذا المؤتمر لما بسافروا بلدهم بيتكلموا عن الأمان والأمن اللي موجود في مصر، وبالتالي بتعود السياحة بقوة، لأن السياحة كل بيت في مصر في حد بيشتغل في السياحة، فمهم جدا ان السياحه تعود وتعود بقوه. فانا سعيد جدا بهذا المؤتمر، وعشان كده بشكر السيد الرئيس على دعمه لهذا المؤتمر وحضوره هذا المؤتمر. وانا بتكلم ما ينفعش تساليني. سيادتك حريص دايما على حضور مؤتمر الشباب، يا ترى ايه الجديد في الدوره دي عن الدورات السابقه؟ هو الجديد اهم حاجه هو ان كل اللقاءات اللي هتتم النهارده باذن الله وبعد كده في اليومين الجايين هي مناقشات على ازاي العالم يستمر ما بعد الكوفيد 19، ما بعد الكورونا. وده مهم جدا، ان قبل كده في حصل مشاكل، حصل في ايام الفراعنه حصل جائحه قويه جدا، لكن عمرنا ما استفدنا منها، عمرنا ما فكرنا. العالم بيستمر بعد ما بتنتهي، لكن عايزين نشوف ازاي نواجه هذا الوباء القوي جدا اللي اثر على العالم كله. خلانا نقعد ثلاث شهور في البيت ما نعملش اي حاجه. انا شخصيا استغملت الثلاث شهور ده وكتبت قصه حياتي في خلال الثلاث شهور. لكن مهم قوي ان بعد انتهاء هذا المؤتمر هيبقى في توصيات بتبين ان هؤلاء الشباب اللي بيجتمعوا بيتناقشوا وضعوا الافكار والاجنده المهمه جدا لازاي العالم يستمر بعد جائحه كوفيد 19. اشكر حضرتك، شكرا.